السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني فيديو شاهدته خلال الأيام القليلة الماضية عن طفل يحاول أن يؤدي مهارة من المهارات في ألعاب الدفاع عن النفس. وفي الحقيقة على الرغم من أن هالجزئية في الفيديو وهذه الصورة تعكس معاني كبيرة، أهمها قضية العمل بروح الفريق وتعزيز الفريق للفرد لأداء مهمة ما، ليس فقط في الملعب من خلال المنافسين أو من خلال أعضاء الفريق الواحد، وإنما أيضا خارج الملعب حتى نستطيع أن نصل إلى سمو الرياضة بمعانيها وقيمها ومثلها العليا بغض النظر عن النتيجة، سواء كانت هذه النتيجة فيها فوز أو فيها خسارة. ينعكس هذا الكلام على موضوع العمل الإداري أيضا في الجانب الرياضي. نشوف أنه في معظم المنظمات الرياضية سواء كانت الدولية أو القارية أو الإقليمية أو حتى المحلية، هناك في دول العالم الأول تعاون، تنسيق، محاولة أن احترام المنافسين في عملية العمل الإداري، أقصد فيها الانتخابات طبعا يتم للحصول على مراكز في مجالس الإدارات لهذه المنظمات، في تعاون في من هو الأصلح، في أيضا تنافس وفي أحقية لدى الجميع، ولكن هناك رؤية واضحة تكمن في موضوع تواصل الأجيال لخدمة هذه المؤسسة. ونشوف أنه حتى في بعض الأحيان بعض المنظمات الرياضية عندما يخرج أحد المخضرمين الذين قضوا فترة طويلة في هذه المنظمات يقوموا بتسمية هذا الشخص كرئيس شرفي، أو تسمى في بعض الاتحادات جائزة باسمه، نوع معين من أنواع القيم مثل النزاهة أو اللعب النظيف أو غيره. نتمنى أن نشوف مثل هذه الجوانب وهذه القضايا في مجتمعاتنا العربية، أن يكون روح التسامح أيضا موجودة بين الأعضاء في المنظمات العربية أو المنظمات الوطنية. هي القضية مش قضية تناحر، هي القضية مش قضية أني أنا أكون عضو في هذه المنظمة أو تلك، القضية في أننا كيف أصل إلى هذه العضوية. شفنا تنافس كبير على مستوى قاري بين أعضاء عرب وكذلك على اتحادات دولية، فنتمنى أن احنا نستلهم من يعني هذه الوقفة من خلال الفيديو اللي احنا شفناه كيف ممكن أن نكون متعاونين متعاضدين من أجل تحقيق هدف معين للوصول إلى شخص أو اثنان أو أكثر إلى عضوية مجلس إدارة منظمة رياضية، حتى وإن فشل هذا الشخص نحاول أيضا أن احنا نساعده، لأنه هو من الممكن خدم بصورة أفضل من أن يكون حقيته تكمن في أن يكون عنصر مهم من عناصر اللعبة كلاعب أو حكم أو مدرب سابق، فبالتالي هو أحق من الإداري الذي ليس لديه الخبرة يعني للوصول إلى هذا المنصب أو تلك العضوية. نتمنى احنا نشوفنا كعرب أن احنا ندعم ونعزز ونشجع من يفشل لكي يصل إلى مستوى أعلى حتى لو كان عضو في لجان، ولكن لا نحارب الناجح الذي وصل أو يؤكد تفوقه أو وجوده بأن احنا نريد أن نكون يعني نسخة مستنسخة من منظمة أخرى أو في نفس المنظمة، أو نحاول عرقلته كي لا يصل إلى عضوية هذه المنظمة مرة أخرى. هذه الرياضة دروس وعبر ومواقف نتمنى أن نستلهم منها رؤيتنا للمستقبل. شكراً.